الأفراد. احنا عندنا هنا كحلي على داخلية بيج بس دي لونجول بيس الأركان الموتر كامل هالمواصفات تقدر تقول ما شاء الله تبارك الله. هنا قاعد في القاس 23 طبعا الرادار خروجنا مسار النافيجيشن تسخين مراتب الأمامية والخلفية الثلاجة طبعا سقف رامي كامل بروجيكتر طبعا عندنا هنا الأربع عدسات شاشة خلفية ستارة جانبية سوري فهم تاكل يور تايم ما شاء الله